من محبينك ومن جمهورك يقولون بأن مهند يتضح لنا من تصرفاته ومن كلامه أن يا أنه مو معترف بجمهوره أو أنه غير مقدر جهود جمهوره. ممكن أنا أعرف أنه جمهوري كبير بس مو لازم أقول أنه أنا جمهوري كبير ولو بلازم بعد أنك تقلل منه. ما قللت منه لأن في مرة من المرات يقولون أن ذكروا لك أن في تفاعل سووه جمهورك فقلت أنت بسؤال استغراب أنا لي جمهور؟ كأنك تقول أنا ما لي جمهور. وقتها توي صاحي من النوم منصدم فعليا. معقول أنا الثاني جبت لأني توي صاحي وماني متفاعل طوال اليوم وقايل لهم الميدالية هذه أساسا أنا ما أستحقها لأني أنا طول النوم طول اليوم نايم. وأنت عارف أن هذه الميدالية ما قللت من الجمهور سلام. لكن في نفس الوقت أنا إنسان ما أحب أقول أنا عندي والله جماهيرية ولا نايم. طيب أبي هل ممكن سؤال؟ إني أجي الواحد أقل مني جماهيرية وأنا أعرف وأقول له بتصور معه فهم ممكن يأخذونه ويفسرونه إنه أنا ما أعترف إنه عندي. لا أنا عارف إنه عندي والإعلاميين هنا يوروني حساباتي كم صايرة ويوروني اللقاءات اللي قاعدة تصير والمقاطع اللي قاعدة تنتشر أشوف كل شيء. طيب ممتاز. لكن ما أتكلم ما أبي أتكلم. أنت تكفيك أرقامك هي من تتكلم. والله ما أبي أتكلم. والله لا الله يسعدك حبيبي أرقام. لأن أخاف في يوم طيب. من الأيام نفس السائل لمجرد هذا الكلام يا علي تصل مرحلة هنا. لا مو أصل غرور يمكن أوقف أفتر عن الكتابة أهدأ يعني مهند ما أبي أفقد العنفوان في الكتابة. مهند يكتب هذه الأشياء مو عشان الأرقام. لا والله العظيم لأجل متعة نفسي أنا أستمتع بالإلقاء وهذا اللي خلاك أنت. أبيك تكتب لي شيء إيش رأيك وأنت ألقيه الآن. في اكتب في موشح عندلس اسم اكتب سلب النوم خيالا مر بي سلف سلب